طبعا طبعا اي حاجه ده. طب خليني يا كابتن اروح مع حضرتك على نقطه مهمه وهي الانتخابات اللي هتعمل 11 ديسمبر ان شاء الله. باب الترشيح تم فتح باب الترشيح، تقدم 25 يعني 25 مرشح للمقاعد المختلفه بالظبط، يمكن في الرئاسه الدكتور، خلينا نتكلم في الرئاسه الدكتور فؤاد عبد السلام، شريف الشمرلي، عبد الحميد الوسيمي، والكابتن احمد عبد الدايم اللي هو كان رئيس الاتحاد، الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد، مدير التنفيذي يعني. مدير التنفيذي. طيب حضرتك بعد باب، بعد قفل الباب، حضرتك يمكن عملت حاجه جديده او اثناء التقدم حضرتك طلبت يبقى في مندوب من اللجنه الاولمبيه، كلمنا عن الموضوع ده كده. هي الحقيقه احنا قلنا ايه، احنا عشان نكون الشفافيه واضحه وتكون الامور واضحه، ان احنا لا مع ولا ضد طبعا، احنا مع مصلحه لعبه. مصلحه لعبه يعني ايه؟ الناس اللي هتتقدم دي اللي من حقه يترشح اهلا وسهلا، اللي مش حقه يترشح ما اهلا وسهلا. فعشان ما نشيلش المسؤوليه احنا لوحدنا، فطلبنا من اللجنه الاولمبيه ان يكون في عضو من اللجنه الاولمبيه يحضر فتره الترشح اللي هي من السبت للجمعه، وحضر الحمد لله مندوب، وحضر وكان هو المسؤول عن فرز كل الطلبات والاوراق اللي متقدمه للترشيح وكده وبتاع، علشان دي نقطه. النقطه الثانيه، احنا هنعمل مجلس اداره يوم الاثنين بكره ان شاء الله، مجلس اداره ده عشان بحث الاوراق كلها اللي اتقدمت لنا، وبرضه في مندوب من اللجنه الاولمبيه موجود يحضر الاجتماع، والمستشار القانوني بتاعنا اللي احنا معينينه الاستاذ راجح، استاذ محمد وهبه، هو مشروعه الاستاذ راجح، المستشار راجح. وليه؟ عشان يكون الاجتماع قانوني وغير قانوني، في حد من اللجنه الاولمبيه بيأيد الكلام ده، يبقى احنا ما فيش حاجه بنعملها شفافيه مطلقه. اهنيك يا كابتن والله بجد، اهنيك من كل قلبي، لان الحقيقه ده يعني حاجه يعني جميله جدا، الشفافيه وزي ما بيقولوا العدل والكلام ده كله، وانا بهنيك يا كابتن بامانه، ده حاجه جميله. طيب